خرجت اخويا تقريبا شي ثلاثه بحق. خرجت فاش نقول لك شي 20 واحد زودياك براتيكولي شي حاجه هاشين وكش بان لك ما كاين والو نفخه منفوخه راكب فيها 40 واحد مغامره لا اله الا الله انت والله ونعطيك اخويا نعطيك 5 مليون هو بدا هو مغامر ب 1.5 مليون وطالع في ديك الزودياك نعطيك حتى 5 مليون والله ما تركب اخويا يقول لك نهزك من جديد نجيب كازا والله ما تركب. الرئيس كيدفع في عباد الله في الزودياك يقول لي تلاح يا ولد دندن كيقول لي تلاح كل واحد في بلادك ما عارفش يعمل تخيل معايا والله يا خويا لا عمش انا اقسم بالله لي شانو عظيم الله يطير عليا ديك امي في الدار. واحد فوندولي يجي لي من عندهم من الزودياك لحشولي قلت لي هاك تتخيل معايا سكرات الماء واش مكتوبه عليه بنادم قلت لك صفر والله كون ملحت لي هذاك الجيلي المهم ربي هو اللي ناقده ماشي حنا راه سابي لحنا اللي الجيلي هذا هو يبان لي تهدم هادشي فينا صح لا اله الا الله. الرئيس كان كاقولي حيد كاقول مبقيناش شناه ناضي هذاك مكن في مليسات ومكن لعيبه دراهم ساكن خاسر الرزاق وما صاحبي مابقاوش فيك مع هذيك زوايا ديال تقريبا الخمسة خرجت اخويا واحد الزودياك معانا حراقه اخويا خرجوا تما جايين هنايا بداو كيخلعوا في بنادم هاد الزودياك جاي من جديد وهاد الدراري كاملين اللي مشدودين دابا كاملين ولاد ودايا واحد البلاصه في جديده واحد الدوار ولا ما عاد شناهو اقليم من جديد هما ديما راهو من جديده ومالهم من ديما راهو من جديده من تما غاديين في الطريق ما بقاوش عارفين ما عندهم لا جي بي اس لا والو مشي تما غاديين في الطريق فهمتي داكشي علاش ملي خرجوا هنايا راه بنادم قيامه ديال بنادم تخلعات اخويا طلعات قيامه ديال الناس ديال الكليان اللي كيجيو عندنا مشاو جاو مال الوقت ولات فوضى اللي مشاو لي ديالو كاين بزاف د الحوايج فلوكا خرجات اخويا ملي خرجات خرجوا فيها بزاف د الناس شي شد الغابه شي تخزن في لاطون تشاش شي لاح تيليفوناتو فلوس مسولو فانيه بزاف د الحوايج ماكله بات سردين مسولو فاني راك عارف الحراق القاصدي ديال الحراق كيفاش داير راه كاين شي 30 واحد اصاحبي وشو الزودياك راه يدور اخويا صور دور شو الزودياك كيدير اللي غاديين فيه راه بنادم مشى صح بنادم مشى كاين اللي ما عمرو شاف هاد المنظر هذا اش كيبان لي بنادم خارج ولا غادي